الإسلام، النصر الإسلام، النصر الإسلام، الموت لا الخليفة، الموت لا الخليفة، الموت لا الخليفة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم يا جموع شعبنا العظيم، السلام على كل الشرفاء الذي حملوا لماءهم على أكفهم من أجل الوقوف في وجه المعتدي ومن أجل الذود عن الكرامة والعزة. أيها الشعب العظيم، إخوانكم في الائتلاف 14 من فبراير يوجهون لكم التحية على صمودكم الأسطوري طيلة السنوات الست الماضية، ويؤكدون لكم أن واجبنا اليوم جميعا يحتم علينا أن نكون في الصفوف الأمامية لمواجهة المؤامرة التي تستهدف الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، لنذود عنه بدمائنا وأرواحنا وكلها ترقص في سبيل الحفاظ على رمز ديننا وعقيدتنا. وواجبنا أن نجبر هذا الكيان الإرهابي المتسلط الظالم تمكين الفقيه القائد من تلقي العلاج اللازم بعيدا عن إجراءات الخليفيين، فلا ثق فيهم على الإطلاق بعد أن أمعن هؤلاء المجرمون في حصاره وتشديد الخناق على منطقة الدراز الصامدة. يا شعب النضال والكرامة، قائدنا بقطر وهو تحت الإقامة الجبرية الهاقدة أرعبهم بقوته وصلابته، فضيقوا عليه وحاصروه ورغم الحصار بقي الفقيه القائد قويا ثابتا صامدا وملهما لكل الأحرار، فزاد ذلك من رعبهم وخوفهم. يا أبطال الميادين، هبوا جميعا لكسر القيد وتحطيمه وللوصول إلى حبيبنا القائد لنكون له العون كما كان عونا لكل شعبنا سنوات طويلة، وما زال هو أملنا ولدينا وملهمنا. هبوا يا شعب الكرامة لنقول لهذا المجرم السفاح الذي لا يفرق بين كبير وصغير ولا بين رجل وامرأة، لنقول له إننا شعب لا نترك قائدنا، وإننا شعب أثبتنا على مر السنوات إننا لا نتخلى عن قادتنا ولا عن رموزنا العظام. فلنلبس الأكفان وننفذ النداء ولتكون دماءنا وأرواحنا حاضرة ورخيصة في سبيل إنقاذ حبيبنا القائد. فلا طاب العيش بعدك يا فقيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.